أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. أفاد مصدر أمني بنشوب حريق كبير في غابات الموصل في الجانب الأيسر من المدينة، وقال المصدر بأن حريقا كبيرا نشب في غابات الموصل من دون تبيان أسباب الحادث. وأضاف المصدر بأن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث في محاولة منها لإخماد النيران المشتعلة، فيما لا يعرف حتى الآن حجم الأضرار المادية أو البشرية التي خلفها الحريق. شهود عيان من موقع الحريق أكدوا بأن سرعة انتشار الحرائق في أكثر من مكان يؤكد بأن الحرائق تمت بفعل فاعل، علما بأن هذا الحريق هو ثاني حريق من نوعه بعد الحرب على الموصل. دعونا نتابع هذا المقطع الذي يبين اندلاع الحرائق في غابات الموصل والذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، فلنتابع. طبعا الان امتداد سريع جدا سريع انه لي الحرائق اللي نشبت بهاي المنطقه. اللهم بردا وسلاما، اللهم بردا وسلاما. طبعا كما تلاحظون انه الكل جاي يشارك انه بيطفى هاي الحرائق. اللهم بردا وسلاما على الموصل يا رب. حول حرائق غابات الموصل نقرأ بعض التعليقات على منصة فيسبوك. دعونا نتابع بعض التعليقات حول هذا المقطع. عمر يقول: طبعا تحترق بسبب الإهمال، لا سقي لا تقليم للأغصان، لا سياج نظامي ومليانة خشب مكسر وأغصان يابسة صايرة نفط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أم عمر الكواز فقالت: حسبنا الله ونعم الوكيل، يا نار كوني بردا وسلاما على الموصل وأهل الموصل. يونس كريم يقول: هاي أكو جماعة متنفذة تريد تسويها قاعات كافيهات، هذا السبب هسه ينفتح تحقيق ويسجل ضد مجهول. محمد يقول: أشو بس بالموصل يصير حريق وتحترق الغابات، والله ما يريدون خير للموصل، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، طبعا إذا تحدثنا عن مسلسل الحرائق في العراق فالقائمة تطول. خذ على سبيل المثال الحصر العام الماضي، حيث تعرض مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول في محافظة المثنى جنوبي العراق لحريق، وتسبب هذا الحريق وفق صور تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي باحتراق جميع المعدات الموجودة داخل المقر، ومنها الحواسيب ومكاتب العاملين والمستندات. ومن أبشع الحرائق التي مرت في تاريخ العراق ما وقع العام الماضي أيضا في مركز لعزل المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، ما أدى إلى سقوط أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى. ولا ننسى الحرائق التي تضرب منذ سنوات البساتين ومزارع الحنطة والشعير في محافظات العراق. وفي مقال نشر العام الماضي على صحيفة العرب جاء فيه بأن عميد كلية الإعلام الأسبق في جامعة بغداد عبد الرزاق الدليمي قال بأنه لا يستبعد أن تكون الحرائق إحدى الأدوات التي تستخدمها الأطراف الخارجية لممارسة الإرهاب العسكري والسياسي والاقتصادي، تقوم تلك الأطراف وأدواتها بحرق المحاصيل وخاصة القمح والشعير. فيما وجه بعضهم أصابع الاتهام إلى أيدي خفية افتعلت بعض الحرائق بقصد الأذى وحرمان الفلاح من جني هذا المحصول الذي يعد استراتيجيا في الأمن الغذائي لأي بلد. معنا اتصال من الموصل. محمود، أهلا بك محمود. حرائق في غابات الموصل برأيك ما هي الأسباب؟ محمود من الموصل،
اهلا بك. حياك الله. اهلا وسهلا بك. حريق في غابات الموصل، من المتسبب برايك؟ المتسبب الميليشيات. لماذا؟ اثنين، ما الهدف؟ نظفوها وعدلوها. ايه عم تسووا بيها منازل وزين، فريق تركي وعدلوها، شايد ابو المحافظ وروها الميليشيات. العفايد حتى هذا اللواء 33 مشتركين بالتخريب، خربوا الموصل. شو عمر الموصل بعد؟ تقول لي هم اللي وروها الميليشيات ودمروها الميليشيات، عبر زرعوا السيار وعدلوا السوارع مالها. مشاهدين بالمحافظ ومشاهدين يقول لازم انتم حالكم ما تسووا شيء لما تشورونه. المحافظ الجمهوري ما يقول شلون. يعني احد الشباب محمود، احد الشباب تحدث بان هناك جهات متنفذه تريد تفتح كافيهات ومطاعم بهذه الغابات، هل هذا الامر صحيح برايك او حسب معلوماتك؟ اي هذه كلها منزهات ابن عمي، وقاعد يجي بيها غير اشغال. شوف اذا قلت لك وقاعد يمنعونهم الشرطه، قاعد تمنعهم من الوطني، هم يجون يفتحون فيها شغلات مخر شغلات. مثل شنو هاي المخشرات؟ هي قامة وراها. وراها هذه غابات الجذهب الموصل، جميع العراق ماكو منها، اللي قاعد تجينا من البصرة، من الناصرية، من العمارة، من الجهات، من الشمال، يعني تحولت منطقة سياحية. بس المحافظ رادها بشغلة نظافة. هذول يطير عقلهم من النظافة، يدورون تخريب. إذا أبي يرد بعيد، أبي يصير قاعد ولا مسألة مشاركة، يقوم الشعب وهذا هو. أنا مو خلاص نبغى ندوس على حلقه. محمود من الموصل كان معنا. محمد من أمريكا، تفضل محمد. أهلا والسلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أستاذ عمر، عمرتين دول الميليشيات الحشد وغير الحشد العصايد دول هم لازمين الموصل. تبي لك اللهم حلقوها حتى يقوا أهل الجياعين سووها. لو يبنون فيها بيوت شكلها يجيبوا الملاهي. حيشك يجيبون امهاتهم يقعدون عليها يا اخواتهم، جاي يسووا الملاهي، شلون سووا ملاهي بالكرادة ببغداد؟ كفي لك الله، هو هم ذول الحشد تابعين كل ليره، ما يعرفون امهاتهم يا الله، هم جماعه المتعه والبدع. كفي لك الله، هذا مخطط ايراني، عم دمروها للموصل، سووا بها الموصل، هي محافظات السنيه سووا بها، عم دمروها سووا كلها تراب، حد ناجين بالخيام قاعدين ما حد يسال عليهم عمي، هذا مخطط ايراني فارسي. والله العظيم حيدمرونه للعراق، حيفسخونه، حيسوون حاجه كلها ملاهي، ويجيبون الرضايع كلها يهزن بيها. تحياتي لقناه الرافدين البطله. محمد من امريكا كان معنا. طبعا احنا ذكرنا يعني بعض الامثله، الحرائق يعني ليست فقط في الموصل، هناك حرائق حدثت في العاصمه بغداد قبل ايام، في ديالى، اسواق تجاريه كذلك، مستشفيات مثل ما ذكرنا في الناصريه، في بغداد العام الماضي راح ضحيتها العشرات من الناس الأبرياء. فمسلسل الحرائق يعني يثير الكثير من التساؤلات في العراق. نذهب إلى ملف آخر أعزائي المشاهدين. يبدو بأن شغب الملاعب تحول إلى ظاهرة جديدة في العراق، إضافة إلى العديد من الظواهر التي تعاني منها البلاد. وعلى الرغم من المطالب الشعبية بفك الحظر الدولي عن العراق، إلا أن أخبار شغب الملاعب دائما ما تعكر صفو المباريات. وضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز، لعب فريقي الديوانية والشرطة اليوم في إطار الإياف في محافظة القادسية، وانتهت المباراة بالتعادل هدف لكل فريق. وفي الذهاب فاز فريق الشرطة بهدفين لهدف لفريق الديوانية. ويبدو بأن عدوى الشغب بين جماهير كلاسيكو العراق الزوراء والجوية وما حصل في مباراتهم الأخيرة بملعب الشعب، انتقل هذه المرة إلى أرض ملعب الديوانية عندما حاصرت جماهير الفريق لاعبي فريق الشرطة بالمفرقعات لمنعهم من الخروج، حيث قال عراقيون بأنها صورة غير حضارية وتنعكس سلبا على الرياضة في العراق. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. ارجع 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 ارجع
قزاز وجام حلوه رزاق. جام قزاز شنو بعد؟ اكثر من نص ساعه محاصرين بالملعب بعد نهايه المباراه. هاي ما بعد المباراه، بعد مباراه الديوانيه والشرطه. يعني عجيبه تمسوت على شنو ضربون اليوم؟ طبعا هذه العراقيون عبروا حول هذه الحادثه وعبروا عن اسفهم وغضبهم من هذا التصرف الذي لا ينمو عن الروح الرياضيه، ومنهم من علق وقال بتعليقات على فيسبوك. ناخذ بعض هذه التعليقات. حسين العبودي قال: ويريدون الحظر الرياضي يرفع عن العراق، اذا يوميا احداث بالملاعب، يوم باربيل، يوم بزاخو، يوم بالشعب، والنوم بالديواني، حقهم ما يرفعون الحظر وبطولة كأس الخليج. يحلم العراق بأن البطولة تقام في البصرة. محمد العامري يقول: مع الأسف العراق ملك الثقافة، ومع الأسف هذا الحاضر. كريم علق هو الآخر، قال: من أمن العقاب أساء الأدب. قبل أسبوعين الجوية والزوراء ايش سووا لهم؟ أما أبو مهدي الحمداوي فعلق: المفروض إلغاء الجمهور، شلع قلع عن حضور جميع المباريات في الدوري العراقي. معنا اتصال أسامة من صلاح الدين. تفضل أخي أسامة من كركوك. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. محمد الشان الثاني. عمر معك، يا أهلا بك. أهلا وسهلا. أشكرك على هذا البرنامج الطيب. الله يسلمك يعني. الله يخليك. أشكرك أستاذ محمد الشان الثاني. الله يخليك. عمر، بالنسبة للحركة بالعراق، نعم، حرائق مفتاح على 100%. اسمعني تفضل. اسمعك اسمعك. اكو الحرائق اللي هدفت بالعراق من 2003 وبالاخص الاول الاخير من 2020 ودائما هاي السنه 2020. بعض الحرائق مفتاح على 100%. هناك جهات سياسيه تحرق المزارع، تحرق المصانع، تحرق شيء يفيد البلد، حتى تفتح الباب على مصراعيه للاستيراد من الدول اللي تعرفونها، اي دول، ولا بخص الدول الشرقيه للعراق. ما القصد منها انهاء العراق لا اكثر ولا اقل. تسمع استاذ عمر؟ نعم نعم اسمعك اسمعك. نعم. وقسم من الحرائق بسببها عدم الالتزام بشروط السلامه. يعني مثال الكهرباء داخل الأفراد بدون أي نظام هندسي أو خرائط من هالقبيل. نعم. نعم السلام. فمثل ما ذكرت وتحمل المسؤولية طبعا هي الأحزاب. أحزاب الحاكمة في العراقية سبب خراب العراق، كل شيء من خراب العراق هو سبب الأحزاب. زين، الجهات الحكومية المسؤولة عن حماية أمن الوطن وينها إذا كانت هذه الحرائق مفتعلة؟ استغرب اي جهاز صراحه ملوني. قبل فتره، قبل اسبوع حدث حريق في البصره، سياره الاطفاء جت بدون مي. يعني تسامع سياره الاطفاء تجي حتى تطفي، تجي بدون مي، لا قالش جاي. كونوا جايبين مهفوات وناس بسطاء احسن ما تجي. ماكو شيء من العراق يعني مسؤوليه وامانه، يعني مجرد حبر على ورق حج، مجرد خلفه واليمين كل مسؤول صار ضد الالف اليمين زوروا كذا. وانا اعتقد انه المصحف الموجود بمجلس النواب العراقي اكثر مصحف، حش المصحف الكريم، اكثر مصحف حلف به اليمين زوكر، يقول لهم حلف ما نفذوا القسم اللي قالوهم. وانا اشكرك استاذ عمر، ما اقدر اطيل عليك. شكرا شكرا لك اسامه من كركوك كان معنا. نذهب إلى موضوع آخر. استنكرت بلدية الناصرية في محافظة ذي قار الاعتداء على كوادرها من قبل من وصفتهم بالمعاقبين من أجل إكمال معاملاتهم ليست بأسمائهم وليست بأيام جدول الأحرف، متهمة إياهم بإعادة البلدية للمربع الأول كما قالت، لتعقيب المعاملات والرشاوى، داعية الجهات الأمنية لأخذ دورها في حماية الموظفين وفرض القانون على الجميع. حتى هنا نقلنا لكم رواية الجانب
الحكومي، لكن في المقابل يحمل المراجعون والمواطنون الدوائر الحكومية مسؤولية البيروقراطية المملة والإهمال في إكمال المعاملات، الأمر الذي يؤدي إلى الفوضى في كثير من الأحيان كما سنشاهد في بلدية الناصرية. فلنتابع هذا المقطع. ماذا قال عراقيون حول هذا الموضوع؟ دعونا نقرأ بعض التعليقات. في هذا التعليق يقول زيد السرا، يقول الموظف اللي يمشي عادل ويا المواطن مستحيل أحد يعتدي عليه، لكن هي الدوائر أصبحت تستفز المواطن. أما أبو سيف قال والله المواطن حقه المعاملة ما تمشي، لو رشوة لو تسوي مشكلة، يقول واقع حال. أما حسين الباهض فيقول الموظفون يطلعون المواطن من طوره بسبب تصرفاتهم وتعليقهم على المواطنين، ولا كأنهم وجدوا لخدمة المواطن. أم هشام تقول موظفين تصفهم كما تقول هي مستهترين، ولكنهم وكلهم تابعين للأحزاب، والناس منتظرة بالشمس وهم قاعدين ولا يخلصون معاملات الناس. طبعا نستقبل اتصالاتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، ما هو رأيك بالموظف بشكل عام في الدوائر الحكومية في العراق؟ يعني مثل ما قرأنا في التعليقات بأنه أغلب التعليقات تتحدث بأنه السبب في البيروقراطية وفي دور الموظف وبسبب انتشار الرشاوي في الدوائر الحكومية والروتين الذي يجعل من المواطن ينتظر كثيرا لإنجاز معاملته في العراق. طبعا الملف الرابع هو متصل مع الملف الثالث حول المعاملات في الدوائر الحكومية. دعونا نذهب إلى الملف الرابع بما أنه هو متصل مع الملف الثالث، الفوضى في دوائر الحكومة متعددة، ومن أوجه هذه الفوضى ما حصل لمواطن عراقي في دائرة مرور الغزالية في العاصمة بغداد حينما تفاجأ بوجود غرامة على سيارته الحديثة من موديل 2019 في عام 2005، أي قبل صناعة السيارة بنحو 14 عاما. شيء عجيب، ولكم أن تتخيلوا حجم الفوضى وربما الفساد الذي يشوب عملية إصدار المخالفات المرورية في العراق في ظل غياب الوسائل الحديثة من كاميرات مراقبة ورادارات. دعونا نتابع هذا المقطع وما قاله المواطن العراقي حول قضيته. بالغزالية عند تسجيل سيارة طلع عليها غرامة، طبعا السيارة المصيبة مو هنا، المصيبة انه السيارة 2019 تسجيل لأول مرة، تاريخ الغرامة 27/9/2005، يعني حتى السيارة بعدها ما صايرة حديد، مو مصنوعة، ما متكونة حديد، بعدها وعليها غرامة. هسه آمنت بالله، اقتنعت انه انا ادفع الغرامة، قلت مو مشكلة غرامة 60,000 ادفع، اروح لأقول الغرامات اقول له يابا تدفع غرامة انا مكمل معاملتي، يقول لي والله احنا ما عندنا دفع غرامة على رقم الشاصي، ما اقدر اذكر لك انا اللي وصل رقم الشاصي، سر وين اروح يعني. بماذا علق العراقيون حول هذا الموضوع؟ دعونا نقرأ هذه التعليقات على فيسبوك. يقول ظافر فهد الشيباني يقول هاي نتيجة من تخلي الشرطي ما يعرف، أو ضعيف بالقراءة والكتابة، أو ضابط دمج يقص غرامات. خالد حسين يقول هذا دليل على أن الغرامات تسجل اعتباطا على المركبات، وبذلك تسجل على مركبات لم تصنع بعد، يقول جدا طبيعي، أهم شيء جني أموال الناس بأي طريقة.
أما حسن سالم فقال المرور العام عبارة عن بوق وسلب ونهب للمواطنين كما هو يقول طبعا. أما حيدر فريد الإعلياوي فيقول كل الأخطاء سببها الموظفون لأن مو مكانهم الصحيح، والنتيجة المواطن هو اللي يدفع ضريبتها. أبو عمر من بغداد معنا اتصال، مرحبا بك معنا أبو عمر. أبو عمر، عرضنا في الملف الثالث بأن بلدية الناصرية يعني تشكو اعتداء المعاقبين على موظفيها، وقرأنا تعليقات وكانت التعليقات ترمي باللائمة على الدوائر الحكومية وعلى الروتين وعلى انتشار الرشاوي والفساد في الدوائر الحكومية. في المقطع هذا الذي شاهدناه مواطن عنده سيارة موديل 2009 اتفاجأ بأن عليها غرامة عام 2005، يعني قبل 14 سنة من صناعة السيارة. الغرامة كانت 60,000، النوب وقع بورطة ثانية، يريد يدفع الغرامة يقول لازم على رقم الشاصي، زين رقم الشاصي مالتها يقرأ 2009 وهي الغرامة 2005. شو تقول أبو عمر؟ حياك الله أستاذ عمر، وحيا الله وسهلا بك ومشاهديها. حياك الله أستاذ عمر. احنا بالنسبة إذا كان على مديرية المرور العامة فهي يعني نقدر نقول بأنه هاي مديرية غير كفوة أو غير يعني حقانية للشعب، يعني وغير منجزة كل المبالغ اللي جاي تأخذها لتحويل السيارات أو الغرامات أغلبية هي باطلة. يعني احنا نسمع بالمواطنين اللي عندنا ببغداد أو محافظات يعني دائما أخطاء المرور صورة عامة كلش، فيعني مرات نسمع أحد يتصليني تصريح يا مدير المرور أو المسؤول عن أي قطاع كان، فتصير عندهم شكاوي بهاي الأمور إنه غرامة إنه كانت عالية، فجاي يبيع السيارة هو ماشي مكان يعني مسوي له غرامة بحيث إنه هاي المنطقة ما واصلة ولا خالص سياسة، عارفين إنه الرقم هذا لا مكان عليه غرامة عالية من هالأمور هذه. فيطالب يعني نسمع بعض المواطنين يتكلمون الى اي مدير العامه يقول هذا ممكن يصير خطا بالرقم الاخير او رقمين، يقول له استاذ هذا الرقم يعني وهذا المكان نعم واصل هذه الحاله شو تسوي؟ يقول له ادفع الغرامه. فالناس هوايه يعني تشكو من هذا الامر لانه اكو غرامات قاعده تجي على ابناء الشعب وقيادات التيار اللي يقصدوها الناس، يعني يقول الغرامات بشكل يعني نقدر نقول يعني غرامات كثيره، احيانا توصل غرامات مليونين 8 ملايين 4 ملايين. معظم هذه الغرامات يعني كلهم بيعرفون احنا العراقيين نعرف بالضعف، يعني اذا كان 30 60 50 صوره 100، فهاي الامور كلها وكلها غير حقانيه، هاي تعتبر سلفا لمال الشعب ويعرفون مديريه الامور العامه، يعني كثر الشكاوي كثر عندنا يعني نسمعها بتحويل السيارات، جميع القواطع اللي موجوده عندنا بدار اللي يكونون المواطنين تكون من اجل عدم يعني هاي الاداره من عندنا اداره غير جيده وغير كفوه. ويعني دائما نسمع بانهم يعني ضاربين المواطنين وياخذون من عده الفلوس، ياخذون الرشاوي او تحويل السيارات اللي قاعد يصير عندنا، هاي ايضا موجوده فيها احزاب السلطه اللي موجوده تحكم مع مديريه المرور، وكثير من الناس يعرفهم، يعني اكو عندهم مواصلات، يعني اكو عندهم سيارات. نقدر نقول زين الى متى تبقى الى متى ابو عمر الى متى يبقى هذا الوضع في الدوائر الحكومية بشكل عام؟ إلى متى تبقى هاي البيروقراطية وعدم السير ومواكبة؟ يعني العالم الآن أفقر الدول بدأت أنه تتعامل بطريقة سلسة ومرنة، ممكن أنت تحجز موعد وانت قاعد ببيتك، المخالفة أكو كاميرات أكو رادارات، ما موجود هذا الأمر بالعراق، يعني رادارات كاميرات ربما يعني تكون غير موجودة إذا تحدثنا عن المرور. أستاذ بالنسبة للمرور يعني للأسف إحنا أمور أهم من الغرامات، يعني إحنا بعد 19 سنة والإشارة الضوئية هي المهمات، لحد الآن الشعب العراقي
اخي وكل المحافظات اللي صارت مديريه المرور العامه ما قاعدين يمشون ولا يسوون حال. يعني المرور اللي قاعد موجود بالتقاطعات اللي موجود ما قاعد هو يحكم بنفسه وناس يعني تنتظر يعني من الوقت يعني نص ساعه او ربع ساعه على مود يمشي فيها. هم يعني ابسط الامور هاي هم غير كتفوهم غير دين عملهم غير المخلصين يعني وطنهم. فكل هذه الامور مستقعد على مديريه المرور والاموال اللي جايه ياخذوها من المواطن العراقي كلها تروح لوزاره الماليه. فمن يسال المواطن يقول بانه لا عندنا شارع بخير ولا عندنا مكان بخير. يسالون مدير المرور يقول هذه الاموال كلها تروح لوزاره الماليه، طيب وزاره الماليه غير تقدم للمواطن العراقي لشوارع. شكرا لك أبو عمر من بغداد. طبعا يشار بأنه مدير المرور العام صرح قبل أشهر بأنه العام الماضي قد يعني دفع إلى وزارة المالية 450 مليار دينار عراقي، هي مجموع الضرائب ومجموع أموال المعاملات بالنسبة للمرور في محافظات العراق، مبلغ كبير طبعا، والمفروض أنه هذا يكون عائديته إلى شوارع محترمة، إلى إشارات مرورية متوفرة في الشوارع العراقية، لكن الواقع يقول غير ذلك. معنا محمد من بغداد، أهلا بك محمد. محمد هل تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. حياك كل قناة الرافدين. حياك الله، يا أهلا بك. الله يحييك. الله يسلمك. دكتور، النظام المرور العام أو نظام الصورة عامة يعني تخطيط المرورية أو تخطيط البيع وشراء السيارات هو نظام فاشل بالعراق. أولا إشارات المرور العراق ما حد يلتزم بها او اثار تتعاطى عن العمل اغلب يعني جداً. اغلب الاشارات المروريه في العاصمه بغداد لا توجد او عاطل عن العمل تقريبا اغلبيتهم. ثاني اماكن وقوف السيارات صارت جراجات مال السيارات بنص الشارع، مواضيع متعاقدين يقول لك احنا من البلديه وما اعرف شنو وراح المرور ما تحاسب عليها. عادي فوق. ثالثا النظام بيع وشراء مال السيارات يعني سيارة أو تريد تحولها لازم يدققون مسألة هاي السيارة عليها غرامات عليها ديون مشتريها من واحد مثلا هو ما يقدر مثلا مثلا بيها حادث هاي الشغلة ما يسووها لأن هو أساس فاشل نظام المرور ما يدققون بها يجيك ولا مثلا سنتين مستحضر أنت تسوي فشي يقول لك والله تعال ديون أو عليك فشي نظام فاشل. أنا بالنسبة للمرور هو كل ينظر بالعراق فاشل يعني اذا احكيلك على فد مبلغ خارج النظام الموضوع مال المرور نعم الغرامات وهاي يعني هو نظام بالعراق هو اساسا فيه خير على ابو داني تحكي على المرور يعني انا قلت لك انا صارت عندي حاله من توفى اخوي العام يعني تقريبا انا دخلت السنه الثانيه يعني دوائر الطب العدلي المحكمه محكمه الطاقه المراكز الشرطة اللي صارت هي قضية كبيرة صارت علينا لأنه أساسا هو كان على خلاف ويانا هو عز نفسه وما ندري في وين راح يعني انقطع علاقتنا فهو ما يعني بوحده وهذا شوف 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 ترى الأسلوب مال 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 الدوائر مال المنتسبين بالدوائر وحتى بالتقاعد من هاي يعني أختي الكبيرة تسوي مال التقاعد مالتها يعني كلهم حشوا أقول لك بقولك وحشوا المستمع كلهم صاحبين لان انا شفتهم يجيك واحد يقول لك مو الكل لا الكل ما عندهم انسانيه ما عندهم ثقافه التعامل ويا المواطن ما عندهم اسلوب يكلمون المواطن بكلمه طيبه مثلا ما ادري المواطن هو على هذا الشيء شنو تفسير هذا الامر؟ يعني هو الموظف بالاول والاخير ابن هذا الشعب شنو فسر هذا الموضوع؟ بس هو ليش انقدر على الشعب؟ ليش؟ ليش هو صار برأيك الشعب؟ يعني هو جاء من غير عالم مثلا جاء من غير كركت انا وياك ابن الشعب بس هم شنو تعليم من هاي الحكومه تعليم من هاي حازر حساب عامل هذا الشعب المواطن بالحاره بالبغض انت فاهم منه لان لا تهني لا تريحه يعني عامله المواطن كانوا تشتغل ببيته هو انت تاخذ راتب على مود الخدمه مو هو يخدمك يعني لو اكو قانون حقيقي و رادع هل يستطيع موظف ان يتجاوز على مراجع على مواطن؟
مو انت قلت كل راح اشتكي عليه، كل كون راح تشتكي اشتكي رئيس الوزراء الوزراء. لان هذا مدعوم من قبل الاحزاب، هم معين الحكومه ما لها دخل في الموضوع. الحكومه بس جهتها تطلع بس بالتلفزيون تحكي بس التصريحات وتحكي بالبناء وبالاستثمار الخيالي اللي بس بالاعلام فقط. يعني قلت لك يا الحكومه لا مثل الاحزاب. انت شايف قاضي تحقيقه انه يكون رجل مهني، رجل يحمل الانسانيه والعداله بحضنه بقلبه. يعني انت صاحب كانه دابا واحد يعني ما ادري يعني شو اقول لك عجيب. يعني انت شلون بالادب وبالاخلاق يحكون؟ قلت له واحد هذا ايش يبحث؟ قلت له شلون بالادب وبالاخلاق؟ احتيار حكي من الشارع. قلت له انا ما طالب قهوه ولا طالب مكان مثلا عام وسوق طاب ويا دائره مية لحرمته ولا قدسيته. يقول لي معود مره يعطون هيك شيء. اغلبيه الدوائر يسمونها فلم صح، هم اللي مسؤول عن كلامي، لان انا راجع بيها. ما في يوم واحد شن، والله العظيم دكتور، يراد تغيير جذري لهذول المنتسبين لدوائر الدوله. والله تبحث الخلفيات وتسال على دراسته. شوف شو متخرج هذا، تشوف بيئته او تربيته شلونها، يلا تعينه. هو مو واحد هو حشاك ساقط وعينه بوزاره الداخليه. هو حشاك موسيا هو ساقط ملوكيا وعينه بدائره طبيه. ما عندهم اسلوب، قلت لك هو هذولك شو بنسها الاحزاب. نعم. أنا أشكرك محمد من بغداد، كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو عراق من الفلوجه. تفضل ابو عراق، اهلا بك. السلام عليكم اخوي استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. والله يا استاذ عمر الليله تبدي من العصابات من الميليشيات. والله يا اخي يا استاذ عمر، الشعب العراقي كله ترى مسدد كليته، يعني من شمال الجنوب. نعم. يعني بس اللي نفتح من 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 هاي إذا أكو حكومة، إحنا كل ما نعول على كل ما تجينا حكومة نقول بكي. نعم. ما عطق عمل من الأولية. صار نفسيتنا يعني هسه يقعدون بيناتهم، عمي خلي يتحاسبون بيناتهم، يتحاسبون يقولون يا أبو هاي الانتحارات جاي تصير، اللي واحد قال قاتل نفسه وقاتل جهاله من وراء الجوع. يعني ما كافي مآسي متعبنا يا أستاذ عمر من 2003 ولحد الآن. لا صحة لا زراعة لا صناعة، قعدونا من عليهم. هاي يقول يا حكومة يا ميليشيات خلوا مخافة الله عندكم،
عمي اطلعوا اطلعوا عفونا عفونا خلونا وحدنا. حكومه يوميه شلوها باكر عقب باكر وهي كلها كلاوات وكلاوات. استاذ عمر الله وكيلك هذا مخطر على العراق. نعم ترى ما تصير لنا كل شهر. أنا أشكرك أبو عراق من الفلوجة كان معنا. طبعا تصاعدت وتيرة الهجمات الصاروخية على المحافظات الشمالية لا سيما حقول النفط والغاز مؤخرا بشكل لافت، حتى بأن بعض المراقبين ربطوا بين هذه الهجمات والخلافات السياسية المتواصلة منذ أشهر. فهل بات ما يعرف بدبلوماسية الصواريخ على حد تعبير مبعوثة الأمم المتحدة في العراق بلاسخات خيار إيران الرائج لإيصال الرسائل السياسية؟ مزيد من التفاصيل في سياق المادة التي أنتجها قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، فلنتابع. هجوم صاروخي للمرة الثالثة خلال أسبوع يستهدف شركة دانا غاز العاملة بحقل كورمر الغازي بمدينة شمشمال في محافظة السليمانية شمالي العراق. في أول رد من نوعه أعلن كردستان العراق عزمه تدوين ملف الهجمات الصاروخية المتكررة على الحقول الغازية. عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري اتهم ما سماها القوى الميليشياوية بمحاولة تركيع كردستان العراق، فيما أكد مصدر أمني في قوات البيشمركة أن الصواريخ تنطلق من أماكن تقع في مناطق سيطرة ميليشيات مدعومة من إيران أبرزها العصائب وكتائب حزب الله. استهدافات اليوم ليست الأولى من نوعها، إذ تبنت إيران داعمة الميليشيات في العراق هجوماً نفذه الحرس الثوري في شهر آذار الماضي استهدف أربيل بعشرات الصواريخ البالستية. طهران ادعت حينها أن هجومها استهدف مقرات سرية للكيان الصهيوني، إلا أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان في العراق كشفت عدم صحة الرواية الإيرانية وأكدت عدم وجود أي نشاط غير مدني أو تجسسي. المكان المستهدف كان عبارة عن منزل يعود لرجل أعمال عراقي كردي. لم تقتصر الهجمات على الصواريخ فقط، ففي العام الماضي تعرض مطار أربيل لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة. عودة الاستهدافات وكثافتها في المحافظات الشمالية تأتي في وقت تشهد العملية السياسية في العراق انسداداً وتطورات متسارعة وتحالفات متغيرة. وقبل شهر واحد فقط حذرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت من دبلوماسية الصواريخ، واعتبرت أن العراق ليس بحاجة إلى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء. فهل أصبحت الصواريخ اللغة السائدة اليوم بين الخصوم لإيصال الرسائل السياسية؟ قالت صحيفة اندبندنت عربية بأن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة اليونسكو تتجه إلى شطب الأهوار والمدن الأثرية في العراق من لائحة التراث العالمي ووضعها بالقائمة الحمراء بسبب المخاطر المرتبطة بالجفاف وقلة الموارد المائية الناتجة عن التغيرات المناخية ونقص الإطلاقات التي تصل من دول الجوار، فضلا عن التأخر في تنفيذ المشاريع التي تحافظ على البيئة الحياتية وعدم تطوير المرافق اللازمة لتشجيع السياحة من قبل الحكومة، في وقت تعاني فيه البلاد من شح كبير في الموارد المائية وسط مخاوف من انعكاسات سلبية كبيرة على مستقبل العراقيين وأمنهم الغذائي. وبناء على ما تقدم أطلق مدونون واسم العراق يموت عطشا في محاولة لدق ناقوس الخطر ولفت أنظار العالم للكارثة البيئية المترتبة على الجفاف في العراق. قبل أن نقرأ بعض التغريدات دعونا نذهب إلى هذا الانفوغرافيك الذي يوضح جفاف الأهوار وربما تستبعد اليونسكو الأهوار من لائحة التراث العالمي. نتابع ونعود إليكم.
دعونا نذهب إلى تغريدات الجمهور العراقي تحت اسم العراق يموت عطشا. شيماء تقول: بعد إن كان دائما نذكر جملة اشرب الماء واذكر عطش الحسين عليه السلام، هس العراق كل مهدد بالعطش، عار يلاحقكم يا حكومات الفساد والخراب والجوع والظلم. تغريدة أخرى من عبد الله يقول فيها: كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 لم تولي مسألة مياه العراق الاهتمام الحقيقي. الحكومة الحالية بكل قياداتها أمام تحدي كبير في استرداد حقوق العراق المائية، لأننا أمام كارثة حقيقية تنذر بعواقب وخيمة ما لم يتم اتخاذ خطوات جدية لتجنب الأزمة. تغريدة من عمر الجبوري قال فيها: الفضل الذي جعل العراق مهدا للحضارات ونشوء أعظم الإمبراطوريات آنذاك هو نهري دجلة والفرات، فلولا وجود هذين النهرين لكان العراق صحراء لا اسم له في الجغرافيا، وبجفاف هذين النهرين اليوم لن يستطيع 40 مليون إنسان العيش في هذا البلد. أما عمر فغرد وقال: رجاء أخوي شاركوا لأجل أولادكم ولأجل مستقبلنا، اللي السياسيين ما يهمهم إذا متنا عطش، الزراعة والحياة متوقفة على الماء. إلى كل عراقي يحب العراق، إلى كل شخص شارب من دجلة والفرات، العراق يموت عطشا. نعم، معنا اتصال صباح من بغداد. صباح، حملة أطلقها عراقيون العراق يموت عطشا على منصات التواصل الاجتماعي وبالأخص على تويتر لتذكير العراق العراقيين والعالم بمأساة الجفاف التي تضرب العراق. ما هو تعليقك صباح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. بالنسبة لهذه الأزمة المائية التي يمر بها العراقية، أولا سببها الحكومة العراقية وعدم إدراكها للخطر الموجود من هذه الأزمة. يعني المفروض بهم هاي المليارات الدولارات الميزانيات الخرافية، المفروض بهم أولا يبنون سدود يعني جديدة. المفروض في جنوب العراق في سبيل المياه العذبة ما تروح هدر إلى الخليج وإلى شط العرب وهناك تروح للخليج العربي. المفروض بيهم أولا يبنون سدود، لكن هم التهم بالفساد والسرقة وتدمير البنية التحتية. صدقني أن حكومات المتعاقبة وبالذات رئيس الوزراء اللي هو تابع لحزب الدعوة ما أجم يبنون بناء حقيقي، أجم يدمرون البنية التحتية. شوف المصانع، شوف السدود ماكو إدامة لها، شوف ما بنهم سد حقيقي يحتفظون بالمياه اللي جاي تروح هدر. هذا بالنسبة للسدود. أما الموضوع الثاني، قطع المياه من إيران وروافد اللي صب عن طريق ديالة، يعني ما حد يقدر من الولائيين الموجودين، لا رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان ولا رئيس الوزراء، أن يتهم ويفتح هذا الموضوع. حتى وزير البيئة وغيرها والموارد المائية وقفهم عاجزين على اتهام إيران، شلون تقطعيها؟ الأمم المتحدة وينها؟ يعني فهاي الأهوار اللي جفت والبحيرات اللي جفت ومنسوب الاحتياطي اللي موجود، الخزين الاحتياطي عندنا جاي يقل. يعني وزارة الموارد المائية هددت برفع دعوة دولية على إيران، ولكن هذا الموضوع لم يحصل هذا الشيء. هذا الموضوع إيراد لقرار صارم بغلق الحدود مع جارة السوء إيران وعدم إدخال أي زائر إيراني إلا تحل هاي الأزمة المائية. يعني إحنا هسه حاليا ديالة جفت وراح تصير هجرة بسبب نقص المياه العذبة والثروة السمكية والحيوانية والأشجار والزراعة كلها وقفت في ديالة. المحافظات الجنوبية راح تتعاقب بعد ديالة أيضا، العمارة وميسان والناصرية كلها راح تمر بأزمة خانقة. الخزين راح بهذا الصيف اللي هو قيمته 20 مليار متر مكعب أيضا راح تستخدم الدولة في سبيل سد النقص الموجود في ديالة. لكن قرار صارم من المحكمة الاتحادية، من رئيس الوزراء، كلهم ساكتين لأن هي بها إيران. حتى هيئة الحشد اللي يسمون باسم مقاومة وقفهم صامتين أمام هاي الأزمة، وهم ما يعرفون شنو موضوع الأزمة. الأزمة راح تصب يعني على جنوب العراق. يعني المفروض بيهم يعني يأخذون قرارات صارمة باتجاه هذا الموضوع اللي ما بيها مجال. يعني هذا الموضوع ما بنقاش المياه، لكن ملتهين منه رئيس الوزراء والكتلة الأكبر. وتشوف أي إنجاز لهم
على مر 19 سنه ما عندهم اي انجاز، لا بالصناعه لا بالكهرباء لا بالزراعه. يعني مع الاسف على شعب بيتقبل هيك حكومات. شكرا لك صباح من بغداد كان معنا. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.